محمد حسيني بن مهمور من ماليزيا والذي يشارك في فرع التلاوة والترتيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنة من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا you
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم ثم سواك رجلا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما
أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا صدق الله العظيم.